كل دي جوائز وجائزات. ايه ده؟ ايه ده؟ ده واخد الحذاء الذهبي وهو عنده 3 سنين. تفتكر بعد كل الجوائز دي هيوافق؟ يا ابني لعيبة الكورة يعبدوا الفلوس، لو طلعت قدامه شنطة الفلوس هيمضي لك على عيالي. ايوه حضرتك. فين كابتن احمد حسام ميزو؟ ميزو؟ احنا اسفين، كابتن احمد حسام ديدو. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ اسمه العالمي احمد حسام ميدو. دلوقتي هو بيسجل حلقة في الراديو، بس ممكن نخليكوا تقابلوه علشان في فاصل. تعالوا ورايا. اتفضل. بس خلوا التليفون سايلنت، هيقعد يقول لي الصوت وبوكس. مش هنفتح بقنا يا عم. يلا يا واد، ناس معاها تليفونات. اتفضل. والله بفكر ارجع العب كرة تاني. في لعيبه كتير اكبر مني دلوقتي عندهم 40 و43 سنه وبيلعبوا لسه شغالين وشغالين في التوب ليفل. بوفون عنده 43 سنه حارس ايطاليا العظيم، وزلاتان عنده 40 سنه ولسه بيلعب وما شاء الله فورمته زي الفل. وانا الحمد لله محافظ على نظام اكلي كويس جدا، ودايما باكل اكل دايت واكل صحي، وعمري في حياتي ما بلخبط في الاكل، والحمد لله كمان محافظ على صحتي بشكل كويس وبتمرن كويس وكل الدنيا تمام. وحتى الحاجه الوحيده اللي كانوا زمان بيقولوا ان انا يعني بلخبط فيها، ان انا دايما اعرف حريم واعرف ستات، الحمد لله دلوقتي من الاستوديو على البيت ومن البيت على الاستوديو. ولا يا بنات؟ فاصل فاصل فاصل، امشوا اجيلكم بعدين. نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل حلقتكم معانا. انت مين يا انت؟ هو ايه اللي جابكوا هنا؟ انا سعدون. وانا مازو. ايه مازو ده بتاع ايه؟ بتبيع ايه؟ لا انا ببيع المجد. انا عارف العيال النصابين اللي هم بتوع المجد والكلام ده. لا بيبيع المجد. اسمعه بس، قول يا مازو. اسكاني انت عرفتش تولع لي في السيجاره في الاول؟ حيوان حيوان ولع. فضحتنا. الله يا كابتن. شد يا كابتن. الله، شوف اللياقه البدنيه. بص يا كابتن، انا عايز ارجعك للجمهور، للملاعب، للكوره. كوره ايه يا ابني؟ انا قادر امشي، ده انا يا دوبك اشجع بالعافيه. اي كلام كده عشان الترند والاعلانات. نو نو، شايفين قدامكم. لا ده انت زي الفل يا كابتن. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله في عزك. انت مش شايف بتاخد النفس على صدرك ازاي؟ زي ما كنت بتاخد الكره على صدرك. ده انت تلعب لحد ال 80. 80 ايه؟ اكتم فاكر يا كابتن ميدو لحظه وانت داخل الملعب وال 120 الف متفرج بيهتفوا ميدو ميدو ميدو؟ هتسمع الهتاف تاني يا كابتن اللي بيقولوا ميدو ميدو، رغم ان الملعب دلوقتي المدرجات فاضيه بدون جمهور، بس عشان تسمع الاسم كويس ميدو ميدو ميدو، عشان اللحظه التاريخيه دي. انا مجهز العقد معايا يا كابتن، مش ناقص غير على امدادك بالعربي او بالانجليزي. يا سلام لو رجعت اعرف العب كره تاني. ميتو ميتو، ايوه تاني، ايوه ميتو تاني. ميتو بابا ميتو. طب هتدفعوا لي كام؟ هو احنا مش هنشتريك، احنا هنأجرك. يا هأجر مين؟ يا انا اتأجر مين؟ انت نسيت انا مين ولا ايه؟ انا ميدو. الولد قليل الادب، ما تتكلمش وعمامك قاعده قليل الادب. والله مغلبنا بالشيرز الفسفور اللي هو لابسه. هو قصده هنمضي معاك عقد شامل لمده مباراه واحده. انت زي ما عارف يا كابتن حضرتك بطلت ويعني وما خدتش التكريم اللائق، ما اتعملكش ماتش اعتزال، فاحنا هنعمل لك ماتش اعتزال. اللي انت هتنزل الملعب هتلاقي الناس بتعمل ازاي؟ ميتو 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 ديتو ميتو. يا ماتش اعتزال فعلا الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصاني ماتش اعتزال. وهيتعمل فين ده؟ في امستردام ولا ابو ظبي؟ لا في الشارع تحت البيت عندي. تحت البيت ايه؟ تحت البيت ايه؟ ده العيال الصيعه بيعملوا ماتشات في اوروبا. احنا اسفين يا كابتن. انت ليك ايه غير انك تلعب كوره وتاخد الرقم اللي انت عايزه؟ اللي انت عايزه هناخد فيه 2 مليون و100. اه بالظبط. او مونديال 2 مليون و100 مش مقامك. 2 مليون و100 و3700 و14 جنيه. 14 جنيه 14 جنيه عشان تبقى مقفوله بس. عشان تبقى مقفوله استك بس. ايه ده؟ هو احنا نعتبر كده ان هو وافق؟ انا اعتقد ان هو وافق لدرجه ان هو مات من كتر الفرحه. ميتو ميتو الله ينور يا نجم، ده انت شقلبت الدنيا خالص ما شاء الله. حبيبي ربنا يخليك، بس للاسف بقى احنا مضطرين نقفل دلوقتي. تقفل ايه؟ الناس اللي جوه دي عندها فطار الصبح بدري وكده، فلازم ننيمهم. فطار ايه وغدا ايه؟ ده ما غنينش غير غنوه، ده انا لسه جايب لهم اغاني من الالبوم الجديد. الالبوم الجديد ايه بس يا نجم؟ خلي الالبوم زي ما هو كده، ما تجرحوش. وعلى فكره اتفقنا زي ما هو، ال 3.5 مليون استك اهو. استلم فلوسك ومضينا يلا.
3.5 انا ما غنيتش حاجه يا سيدي. انا بقول لك ده عمل خيري، عمل خيري جميل جدا. كفايه نظره الانبساط اللي كانت في عينيهم، شفت الفرحه في عينيهم كانت عامله ازاي؟ مش ممكن انا ادفع فيها ملايين الدنيا دي. معلش يلا مضلنا بقى على الفاتوره لو سمحت، وخد الفلوس ويلا بينا بقى. لا 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 ما تعملش في نفسك كده يا ابني، انت فنان حساس احبالك الصوتيه هتتاثر. على فكره انتوا ناس طيبين جدا، ناس حلوين جدا، والناس اللي جوه دي ريحتها جميله جدا. معلش 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 خد الفلوس وتاثر بقى التاثير الحلو اللي انت عامله ده وانت مروح يلا. على فكره مش انت بس اللي طيب، انا طيب وبعمل عمل خيري يا سيدي. انا طيب وانت طيب وبسيوني طيب وكل سنه وانت طيب بقى. خد بقى الفلوس واتكل على الله يلا. لا الفلوس دي مش من حقي، الفلوس دي حرام. انا عملت عمل خيري وطيب زي اللي انت عملته، انا مش هاخدها ومش همضي. انا ماشي 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 بنور الله، بدعي واقول يا رب يا رب يا رب انا عملت ايه عشان يحصل فيا كده. بعدين ابسيوني. قوم يا كابتن، والنبي يا كابتن قوم التحدي. ما كانش لازم اساعدوني اقول له الرقم في وشه كده. وانا ايش عرفني يا مصر ان هو هيهرهد كده مننا؟ يا باشمهندس ده ان انت شوفه بتفوقه ازاي. مش هينفع يا كابتن، هو لما بيفرح كده بيغمى عليه وبيفوق تاني يوم. لا تاني يوم ايه؟ تاني يوم ايه ده؟ التحدي فاضل له 22 دقيقه ويخلص. صرف اساعدوني في اي شكل. بس جات لي فكره. ايه بقى؟ ميتا 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 مات تاني. بس انا عندي فكره. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا بتمضوا الكابتن على ايه؟ ده كمبيالات ولا ايه؟ انا هبلغ البوليس. اكتم يا حمامه. حمامه افهم، احنا بنبصموا على العقد وهنسيب لكم 2,000,000 جنيه و100 الف وكسور. كام؟ على ابو دي حيله، ده ايه الغباوه دي؟ يلا بسرعه، فاضل 20 ثانيه. خلاص فاضل ورقه. يلا يلا خلاص. صادون ايه؟ احنا كسبنا. ميتا 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 ميتا.